كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة أخوية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان صاحب السمو ولي العهد. وقد رحب جلالة الملك المفدى بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واستعرض مع سموه العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوبنا الشقيقة ومواجهة مختلف التحديات الراهنة انطلاقا من إيمان دول المجلس بوحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك. وقد بحث جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كذلك مجمل التطورات والمستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها والتشاور حول عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غدا تكريما لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.